بجدد تحية بحضراتكم ومشاهدينا الكرام، وزي ما شفنا دي بعض المعلومات الخاصة بصيام الأطفال، وده هيكون محور حوارنا. إمتى ابني ممكن يصوم وإزاي يصوم وإيه الأكل اللي هو محتاجه علشان ما بقاش أخليت بنظام بناء جسمه أو نموه؟ ده اللي هنعرفه من خلال هذا الحوار اللي بيشرفنا فيه في استوديو هذا الصباح دكتور هاني عزت عبية، أستاذ العلاج الطبيعي والتغذية العلاجية بجامعة القاهرة. صباح الخير يا دكتور، كل سنة حضرتك طيب. وحضرتك طيبة فندم، كل سنة وحضرتك طيبة والشعب المصري كله جميل وبخير وبصحة وبسعادة. أشكرك يا دكتور. أعتقد معلومات كتيرة جدا أو أسئلة واستفسارات دايما بتجيلك بالذات خلال شهر رمضان، مش بس من الصغيرين، من الكبار كمان يعني. أكيد طبعا، أكيد طبعا، شهر الصيام وشهر الأكل وشهر مواعيد مختلفة في أنظمة الغذائية مختلفة ومواعيد مختلفة، فكل الناس عايزة تستفسر عشان نوصل بس في النهاية محافظة على الوزن المناسب بعد صحيح. رمضان إن شاء صحيح. الله. طيب نبدأ بقى بما له علاقة بالأطفال، إمتى أخلي ابني يصوم؟ هو عنده كام سنة؟ تمام. ولا ده مرتبط مش بسنه، مرتبط بتكوين جسمه أو كده؟ جميل. في العموم يا جماعة احنا بنجتمع دايما ان احنا بنبدأ الصيام او بنبدأ تعويد الأطفال على الصيام من سن 10 سنوات تقريبا، تمام؟ دي البداية اللي احنا بنبدأ نعود فيها الأطفال على الصيام. طبعا البداية دي لازم تكون بداية فيها شكل وأشكال التحفيز، ولازم ما تكونش ثابتة في جميع الناس، يعني ممكن في أمراض معينة أو في أوضاع صحية معينة زي فقد الشهية، زي نقص الوزن بشكل كبير، زي أمراض الدم، الأنيميا الحادة، الأطفال الصغيرين اللي عندهم مرض السكر النوع الأول، فكل الحاجات دي أمراض وراثية أو فيها مشاكل معينة الأطفال ما بيقدروش يصوموا، فممكن الموضوع يبقى تدريجي، ما يبقاش يعني سن ثابت لجميع الأطفال. فممكن السن دوت العموم عندي هو سن 10 سنوات، لكن ممكن أكتر من كده لو الطفل مش قادر يصوم في الوقت العشر سنوات. لما ببدأ بقى أعوده على الصيام، هل أفضل إن أنا، في ناس يقول لك طب دايما من الظهر وبعدين العصر لحد ما يوصل المغرب مع نهاية رمضان، في ناس تانية تقول لك لا يعني خليها يوم اه يومين لا علشان ما يبقاش طول الوقت كده يعني تعود انه يصوم اليوم كله، يعني انهي افضل؟ بص يا فندم، هو الطفل هو كائن مقلد، يعني هو شايف البيت كله بيصوم، فبناء عليه هو هيقلد البيت ده بشكل او باخر، تمام؟ ففي البدايه من سن يمكن اصغر من 10 سنوات بنبدا نعوده على الصيام، نعوده على الصيام مثلا سيد لحد اذان الظهر مثلا، وبعد شويه برفع شويه لحد اذان العصر، ويبقى مش بشكل دوري، بيبقى مثلا يوم بعد يوم او مرتين في الاسبوع او اول يوم في الشهر واخر يوم في الشهر، بحيث ان الطفل يتعود بالتدريج يعني ايه كلمه صيام، يعني ايه يمتنع عن الاكل والشرب. وفي بعض من الحاجات التانيه ان احنا بنحاول نعود الاولاد فيهم ان هم ما ياكلوش، لكن مسموح له بشرب المياه عشان ما يفقدش سوائل من جسمه. هو كده ممكن يتعود يعني، برضو الاطفال ذاكرتهم يعني يقول لك اه لا يعني مامي كانت بتخليني مثلا اشرب ميه، فممكن يبقى صايم عن الاكل بس بيشرب ميه. والله بص هقول لحضرتك يا فندم، هي القصه دي يعني تعوديه بحته، انا في البدايه ده في سن صغير، وبعد كده براقب الطفل بشكل او باخر، براقبه الحاجتين ان هو يحاول يلتزم معايا عشان يوصل للمستوى المطلوب، وبراقبه لو في حاله صحيه ضعفت معاه او الولد ضعف مني او تعب مني يبقى لازم افطره، مفيش حاجه اجباريه. زي ما احنا عارفين ان في حالات معينه لازم نتواضع فيها ونفتح فيها فتره سماح، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقول ان ثلاثه رفع عنهم الاقلام اللي هو المجنون والنائم والطفل الصغير او الصبي حتى يحتلم، فحتى يحتلم دي انا بحتمل ارتفاع السن لحد 12 او 14 سنه على حسب الحاله العامه للطفل، هل هيقدر يصوم ولا لا. فالقصه تدريجيه بحته وما فيش حاجه فيها اجبار، ولازم يكون فيها التحفيز، ده مهم قوي. في بعض الامهات دايما شايفه ان ابنها ما بياكلش كويس مع انه ممكن يكون بياكل كويس بالمناسبه، وشايفه ان هو يا حبيبي رفيع مع ان هو ممكن يكون جسمه كويس، اكيد بتجيلك شكاوى زي كده، هل من الافضل ان هي تستشير طبيب تغذيه عشان تطمن على وزن ابنها وهل يسمح له صيام ولا لا قبل ما تبدا فعلا بعمليه الصوم؟ تمام. في معادلات خاصه احنا بنعملها عشان نشوف اذا كان وزن الطفل دوت مناسب او غير مناسب. في معادلات ثابته، وكل طبعا معادله في الدنيا ليها معامل معين ان هو من الى، يعني ما فيش ارقام ثابته في الدنيا. يعني مثلا بنتكلم في الاطفال الصغيرين مثلا ما دون 10 سنوات، انا بمسك الولد بضرب سن الولد في 2 وبجمع عليها 8، يبقى ده المفروض يكون سن الولد. في معامل من سن سنه لحد سن 5 سنوات، ده يبقى وزنه قصدي حضرتك؟ مفترض يعني مثلا لو 7 سنين يبقى 14 و8 يبقى 2، يكون وزنه 22 كيلو. المعادله دي بترتفع شويه من 8 لحد 12، ما احنا اتفقنا ما فيش حاجه في العلم ثابته،
اكتر، وهي عباره عن مجموعه احصائيات، هي سيرفي يعني حاجه دراسه مسحيه لعدد كبير من الناس. فمن 8 ل 12 كل ما بيكبر السن بزود لحد 12، يعني لو سن 10 سنوات انا بضرب 10 في 2 بقى 2 بقى 20 زائد 12 بقى 32 كيلو. 32 كيلو زاد شويه قل شويه مش الازمه، لكن بعض الامهات هيبقى دايما شايفين ابنهم ان هو ضعيف ما بياكلش، فالحرص الزايد ده مشكله كبيره الى حد كبير، اللي هي بنسميها اللقمه الزايده، الولد كل وانا باكله بالعافيه عشان تبقى صحته قويه وافضل. فطبعا دي مفاهيم خاطئه لازم نتخلص منها. طيب اوقات لما الولاد بيبداوا يصوموا ممكن وهم مع الفطار يحسوا شويه بدوخه شويه بصداع، هل ده مؤشر لمرض ولا زينا احنا ككبار يعني عادي؟ سنه اولى صيام مشكله كبيره جدا او ايشو، يعني لازم اخده بهدوء شويه واتعامل مع الطفل بهدوء. بتعامل مع الطفل ان هو لازم يكون كل حاجه بالتدريج، زي ما كان في الاول صيامه بالتدريج، عدد ساعات بتزيد معانا بالتدريج، لازم برضه يكون اكله بالتدريج، ونعوده على عادات سلوكيه معينه يتبعها وهو بيفطر. يعني في البدايه ان هو الاطفال الصغيرين دايما بيجروا على السوائل بكميات كبيره، سبيشال الحاجات السويتي قوي على قد ما يقدروا عشان يعوضوا قصه فترات الصيام الطويله. القصه دي مطلوبه بس هو ياخد حاجات قليله، يعني مثلا بدل ياخد كوبايتين ثلاثه من العصائر المخلقه اللي فيها سكريات زايده، ياخد عصير طبيعي ما يعادل كوبايه واحده. الكوبايه واحده دي هتديله الطاقه المطلوبه بشكل كبير جدا من غير ما تزود ميزانه ومن غير ما تعمله التعب الشديد. ارتفاع معدل السكر الفجائي في الجسم هيعمل لي خلل ما، فيحس الولد بالخمول وان هو عايز ينام ومصدع والحاله العامه عنده مش طيبه. الحاجات اللي فيها سناكس فيها شوكولاتات والحاجات اللطيفه دي، الشوكولات مطلوبه للاطفال في سن الصيام بس مطلوبه بنسب معينه وما بين الوجبات، يعني يكون ما بين الفطار والسحور او بعد فطاره بساعتين او ثلاثه. فلازم في بروتوكول معين بنتبعه مع الطفل في البدايه سوائل وبعد كده بياكل مع حاجات ثانيه، يعني كلها تكون صحيه قدر الامكان. ما انا عايزه اتكلم في البروتوكول ده، ايه الافضل يكون على وجبات الفطار بالنسبه للاطفال؟ دايما موائد رمضان عامره وان شاء الله يا رب نفضل كده على طول، بس طبعا في حاجات معينه لازم الاطفال مع زحمه الاكل ممكن ما يبقوش مركزين قوي اللي يبداوا بيه او كده. الكونسبت بتاع موائد الافطار العامره ده طبعا سلوكيات مصريه وعربيه قديمه وجميله جدا، بس اعتقد ان بدا فيه وعي شويه وخصوصا السنه دي طبعا للظروف الخاصه اللي احنا فيها. الوعي دوت زاد ان هو الاولويات الاكل هي اللي تتحط، وده شيء لطيف لان حتى العزومات قلت بشكل كبير. فالكلام ده كان ليه عامل ايجابي الى حد كبير واستفدنا منه. طفل صغير لسه صيامه اول سنه او ثاني سنه او لسه بعوده او صام يوم في الاسبوع، اول ما الولد بيفطر بيشرب كوبايه ميه كبيره، الميه مطلوبه جدا جدا جدا، الميه بتعوض يعني يفطر على الميه عادي كوب من الماء محترم كده لطيف جدا. القصه دي ما قبل الاكل بحوالي 5 دقائق تقريبا، بعديها ياخد حاجه فيها سكريات، الحاجه اللي فيها سكريات حسب اختيار الطفل، يعني لو في اطفال بيحب العصاير ممكن اديله برتقال فريش، ممكن اديله اي عصاير من غير اي سكريات زي موز باللبن او جوافه باللبن وات ايفر، ان حاجه ما تكون معموله طبيعيه بدون مواد مخلقه بدون مواد حافظه معموله في البيت، الولد بياخدها قبل ما ياكل. بعد كده بسيب حوالي جاب 5 زاير، 5 زاير دول بعود الولد فيهم وليكن مثلا هيصلي فيهم مثلاً، وليكن يريح معدته شويه عشان ما يخشش على الاكل بقوه. القصه دي لما بياخدها الولد بتملى حيز من معدته، فلما يجي ياكل مش هياكل كميات الاكل الكبيره، فيساعدني برضو ان الميزان ما يزيدش معاه لو الميزان بتاعه زايد. تمام. الخضروات في غايه الاهميه، دي حاجه اساسيه لانها مجموعه فيتامينات واملاح معدنيه الطفل محتاجها، لانه قعد فتره زمنيه طويله ما يزيد عن 12 ساعه مش داخل في جسمه سوائل ولا اكل. فلازم يهتم بيها بشكل كبير. عامل بروتين، البروتين في غايه الاهميه بالنسبه للاطفال الصغيرين، يعني ممكن يديله سلطه وبعدين اديله مثلا قطعه لحمه او قطعه فراخ، ده مهم ضروري جدا مثلاً جدا مثلا ما يبدا في مكرونه او اي سايد، يعني اي حاجه جانبيه او رز او كده. جميل. هو أسوأ ما في المائده الرحمانيه او مائده رمضانيه هي الكارب، فبعد على الكربوهيدرات على قد ما ربنا يقدرنا، رز وريش والمكرونه. طبعا طفل صغير انا ما اقدرش اقول له بعد عنه لان جسمه محتاجه ومحتاجه بنسبه كبيره، لازم يخش جسمه بنسبه 60% تقريبا، فممكن ياخد العيش ما يزودش الكميات، بدل ما ياكل رغيف ياكل نص رغيف، نعوده على كده، مش قادر ياكل رغيف وما يزودش عن كده، طبق الرز او المكرونه يكون صنف واحد بس اللي موجود. فماما لازم تساعد في القصه دي ولازم توجه الطفل على كميات اكل معينه، فدي في الحاجات المهمه قوي بالنسبه لنا. السحور بقى
ايه كمان مهم جدا السحور عشان اشجعه على الصيام بكره، ما يبقاش عطشان، ما يبقاش قايم برده تعبان، وبحيث برده كمان ان انا ما يعني ما يحصلش خلل في العناصر الغذائيه اللي الجسم محتاجها. قبل ما نتكلم على السحور، في وجبه سناك صغيره ما بين الفطار والسحور بالنسبه للاطفال دي في غايه الاهميه. الوجبه دي حضرات بتحتوي على هي لينا كلنا الحقيقه يا دكتور، برضه لينا كلنا، انا بتكلم دلوقتي يعني على اطفال، احنا لينا بعد الفطار برضه احنا واخدين يعني واخدين بكميه اكبر شويه عشان ظروف اخر واعتبارات اخرى. يعني نتكلم على الاطفال الاول، هم الاهم اولادنا يعني، ربنا يخليهم يا رب. فاحنا لما نتكلم على الاطفال الصغيرين، السناكس اللي ما بينهم يكون حاجه برضه حاجه شجري قدر الامكان، حاجه فيها ماده سكريه. والمكسرات في غايه الاهميه للاطفال الصغيرين، يعني بناخد من 7 لـ10 حبات من اللوز او البندق او الفستق او الجوز. طبعا بالنسبه للكبار طبعا قدر الامكان على حسب الحاله الصحيه طبعا. واحنا بالنسبه لنا ما بناخدش 7 أو 10، بناخد 70 أو 100، فتبقى القصه مضروبه في 10 طبعا، فالقصه دي مش مطلوبه دلوقتي. هنتكلم على الاطفال من 7 لـ10. وجبه السحور بقى لو بنتكلم عليها حضرتك، هي وجبه في غايه الاهميه بالنسبه للاطفال الصغيرين في الاساس. لازم الوجبه دي يخش فيها كربوهيدرات، لازم يخش فيها نشويات، فلازم يخش فيها نص رغيف بلدي او اي انواع من المخبوزات. دي مهمه قوي بالنسبه لي عشان يقدر يكمل يوم وتاني يوم. في بعض من الحاجات البروتين النباتي مهم زي البروتين الحيواني، واشهر حاجه موجوده في البروتين النباتي هي الفول. لا يخلو منه اي مائده في السحور، كبار صغيرين، فنعود الاطفال على كده. بعض الاطفال ما بيحبوهوش، فممكن نستبدل القصه دي بالبيض او الجبن قدر الامكان. الجبن برضو الجبن غير المطبوخه، لان الجبن المطبوخه برضو سعراتها عاليه لان فيها نسبه دهون عاليه الى حد كبير. يعني الجبنه البيضاء افضل؟ افضل طبعا بكتير جدا، والجبن تكون ملحها خفيف، عشان في الاساس اعود الطفل بتاعي ان هو ما ياكلش كميات املاح كتيره، سلوكيات، عشان ما تخزنش ميه داخل الجسم تاني يوم تعمل له مشكله. تمام. فدي من المواد السحور مهمه جدا. ثمره الفاكهه او ثمرتين الفاكهه في غايه الاهميه في نهايه السحور. ثمرات الفاكهه المسموحه بالنسبه للاطفال البرتقال، التفاح، الجوافه، الموز، كل الكلام ده مسموح بالنسبه له. بعض من الفواكه الثانيه ممكن تعطش الولد ثاني يوم، يعني مثلا المانجا او عصائر المانجا فيها نسبه املاح عاليه، ثاني يوم هتاثر على الولد، انها هتاثر عليه الولد او البنت، تاثر عليه بشكل كبير جدا ان هو ما يعرفش يصوم ثاني يوم، او في وسط يومه يقع من اليوم مش قادر يكمل. طيب في ولاد بيقول لك يعني، شوف رغم ان حضرتك بتتكلم عن كميات محدوده واصناف برضو مش كتيره قوي، بس في ولاد ما بيقدروش يكملوا ده، يعني في ولاد ما بيقدروش يكملوا فعلا اكلهم، يعني ممكن ياكلوا معلقه صغيره وخلاص ويقوموا، او ما يكملوش حتى البروتين بتاعهم، وما بياكلوش سلطه، ما بيحبوش السلطه. ده ازاي ممكن ان انا اساعده على الصيام من غير برضو ما اقلل من العناصر الجسم محتاجها؟ هل هنا انا محتاجه ادخل فيتامينز او فواتح شهيه؟ حسب حاله الطفل اللي قدامي، وحسب وزنه، وحسب المعايير بتاعته. ممكن يكون الولد نحيف شوية، بس الصحة العامة عنده كويسة، فصحته هي المقياس عندي. إن هو بيمارس حياته بشكل لطيف جدا، بيمارس شكل من أشكال الرياضة، بيقدر يتحرك من غير أي مشاكل، الولد ما بيعياش كتير، مناعته كويسة، فكل العوامل دي بتوجهني إن الولد صحته العامة كويسة. سواء بقى وزنه زايد سنة صغيرة، سنة صغيرة مش حاجة كبيرة، أو قلل سنة صغيرة، يبقى في رينج مقبول. لكن في حالات النحافة الشديدة بيتبعها دايما نقص من العناصر الغذائية الموجودة في الجسم، أو العناصر اللي محتاجها الجسم، فتبقى درجة من درجات الأنيميا، فلازم ساعتها استشارة الطبيب المختص، ولازم ساعتها ياخد المكملات الغذائية اللي طالبها للطفل دوت، أو اللي جسمه محتاجها من خلال التحاليل الطبية. وبناء عليه إن أنا بقدر أعاير القصة دي، وأقدر أخلي الطفل دوت إن هو يصوم بصورة جيدة إلى حد كبير. حضرتك بتتكلم عن تحاليل طبية، يعني ما أجيش أقول لا هو نوع الفيتامين ده أنا كنت بديه لأخته أو لأخوه فكويس أمشيه معاه، يعني علشان إحنا أغلبنا أوقات بنعمل كده، اللي هو لا الفيتامين ده نوعه كويس، أو بسمع عن نوع فيتامين حتى لو بنجيبه من بره ونجربه مع الولاد وخلاص. ده غلط في الأغلب. طبعا موضوع نسميها احنا الطب الشعبي، الطب الشعبي ده موجود على جميع الفئات والطبقات الموجوده في مصر وفي الوطن العربي كله على فكره، مش في مصر بس لوحدها. الطب الشعبي دوت عباره عن فلان قال لعلان ان الدواء ده كويس، فبناء عليه انا ابني خف عليه او ابني بقت صحته عليه، فهو خده بدون اي اجراء، اي تحاليل او اي فحوصات طبيه. فممكن الولد دوت لو خد العلاج ده وهو جسمه مش محتاجه، فبناء عليه يعمله مشكله ثانيه، لان زياده الفيتامينز داخل الجسم نفسها هتعمل مشكله كبيره.
كده هتعمل له مشكله واثار جانبيه اخرى. فلازم تحاليل متخصصه في ان انا بحلل صوره الدم الكامله، بحلل سرعه ترسيب الدم اخبارها ايه، بحلل مجموعه الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم الموجوده في جسم الولد واشوف ايه اللي فيها المشكله بالنسبه له، وبناء عليه ان انا اديله حاجه المختصه بيه هو بس مش لحد تاني. طبعا احنا بسبب اجواء كورونا فحتى الولاد ما بيروحوش النادي عشان يلعبوا رياضه، ايه ممكن ان احنا ننصحهم علشان يقدروا ان هم برضو يبقى في نتخلص من الخمول، نعزز المناعه من خلال بعض التمارين او بعض الحركات اللي ممكن تتعمل في البيت، ما يبعدوا عن التابلت شويه وعن الموبايل والالعاب الالكترونيه ويبقى فيها اكشن في حياتهم، فيها حركه اكتر يعني. طبعا ده من الحاجات اللي غايه الاهميه، ودي بقى من الاثار الجانبيه طبعا للاحوال العامه اللي العالم كله فيها دي غصبا عننا. فبناء على ان انا بحاول اخلق اي مجال او اي شكل لاشكال الرياضه اللي ولدي ممكن يمارسها في البيت، سواء بقى والله يعني بنقترح عليه مجموعه اقتراحات، والله لو عنده تريد ميل، عنده بايسكل، عنده اي اداه بتساعدني في ممارسة الرياضة في البيت خير وبركة. طب ما عندوش القصة دي، لو عنده اوريدي يقدر يمشي في الشارع ما يعادل نص ساعة أو ساعة كاملة خير وبركة، يبقى حاجة لطيفة جدا. طب الولد ما يقدرش ينزل أو سنه صغير، هقدر أمشيه في البيت حوالين، أعمل له تراك في البيت يمشي فيه، يعمل تمارين بطن، تمارين البطن في غاية الأهمية وبتخدمني إلى حد كبير، تمارين الضغط والأطفال الصغيرين يقدروا يمارسوها بشكل دوري. وبيبقوا فرحانين بالمناسبة لما جداً بيدخلوا في منافسة مع باباهم أو حتى مامتهم أو أخواتهم، بتبقى لطيفة يعني. هي بس إحنا نعرف نعمل الحاجة إزاي بس ممكن تتعمل صح يعني. تمام، إحنا دايماً يعني مثلاً سيف الشهر الكريم دوت إحنا بنوصل التمارين بالصلاة، بمعنى والله الولد بيصلي مثلا 5 مرات في اليوم أو البنت بتصلي 5 مرات في اليوم، مع كل صلاة بنعمل تمرين البطن 10 مرات، يبقى احنا عملنا تمرين البطن دوت 50 مرة في اليوم، كافي جدا بالنسبة لي بأشكال مختلفة. بعد كده بنعمله أبجريد إن هو هنعليها شوية ال10 يبقوا 20 أو 30، ولو كانوا 10 نحافظ عليهم يبقى خير وبركة جدا جدا جدا. فكرة لطيفة. فده بنحاول نربط حاجة بحاجة فبتساعدني لحد كبير. طيب المحفزات بقى، الحلويات والشوكولاتات، حضرتك قلت ان هي مهمه بالنسبه للاطفال، اقدر اديله يعني كميه كده قد ايه؟ لان هو ممكن اجيب له حلويات عشان مبسوطه انه صام فبجيب له حلويات كتير او كده، ازاي اقدر اتحكم في الكميه اللي ممكن ياخدها؟ كميات الحاجات السويت او الحاجات المبهجه، لان هيدخل له حلويات تانية كمان يعني غير الكنافه والبسبوسه والحاجات الرمضانيه دي طبعا يعني برضه هنبص ان اغلب اولادنا الصغيرين، يمكن الكبار هم اكبر اقبالا على هذه الاشياء. الاولاد الصغيرين دايما مقبلين على اشياء معينه او بيختار صنف معين، وموضوع الشوكليت والحاجات السويتي قوي هي دي بالنسبه لهم هي الاهم. ما اقدرش احرم طفل صغير، لان انا لما بعمل بروجرام لاكل وشرب لطفل صغير وخصوصا في رمضان وصايم لازم اديله شكل من اشكال الامتاع والحريه، مساحه من الحريه عشان الولد يقدر يكمل معايا، عشان ما يكرهش البروجرام كله ويضيع القضيه كلها. فلازم الولد اشجعه واحفزه، والله لو عملت كذا هجيب لك كذا. احنا عندنا بس مسميات مغلوطه شويه، ان احنا دايما بنربط الحاجه الحلوه باكل وشرب. طب ليه ما اربطش الحاجه الحلوه بلعبه؟ ليه ما ربطهاش بهديه معينه؟ فلو ربطناها بلعبه او هديه او خروجه طبعا اللي مش موجوده دلوقتي فنتجنبها شويه، نخرج فده يبقى شيء لطيف. نقعد في البلكونه شويه، نقعد في البلكونه. انا بشكرك، نورتنا دكتور هاني عزت عبيه، استاذ العلاج الطبيعي والتغذيه العلاجيه بجامعه القاهره. شكرا جزيلا، كل سنه وحضرتك طيب مره ثانيه. ميرسي لحضرتك وحضرتك بالصحه والسلامه. شكرا، نورتنا. ومشاهدينا الكرام مكملين معاكم هذا الصباح، ونروح على طول لاستوديو الاخبار وزميلتنا ياسمين القفاص ومتابعه لاهم واخر اخبار الاقتصاد، ونعود من جديد لاستكمال حواراتنا. خليكم معانا.